مشوار طويل جدا في الجامعه، وراء برضو تاسيس وانشاء ومنهجيه في عده مراكز علميه، وكان في يوم من الايام مستشارا لوزير التعليم العالي، اعطى من خبراته الكثير والكثير، وكان عميدا اسبق لاحدى كليات الجامعه، ثم اصبح عميدا لكليه الصيدله في جامعه السلام، اولى الجامعات الخاصه بمحافظه الغربيه، ثم رقي الى موقع نائب رئيس جامعه السلام منذ ايام، نهنئه على ذلك. مولع بالثقافه، مولع بالتاريخ، ومولع بالادب باصنافه المختلفه. نقدر نقول انه صاحب ثقافه موسوعيه. اول مره يخرج من شهور ازمه مرضيه كبيره، ربنا يعطيه الصحه والعافيه. نشاكر له حضوره جدا، ودليل على يعني محبته الكبيره للواء طارق، لانه يعني ما قضاش وقت طويل في الخارج يعني منذ شهور. ربنا يعطيه الصحه والعافيه، وان يبرئه من كل مكروه، وانه يمنحه ببركه هذه الليله المباركه العظيمه الصحه والعافيه ليكمل رسالته التي دائما ما ننتظرها منه. مع الاستاذ الدكتور مختار بيه، يعني هقول ايه، يعني شاكرين جدا 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 استاذ دكتور مختار مبروك، عميد كليه صيدله طنطا الاسبق، وعميد كليه صيدله السلام الحالي، ونائب رئيس جامعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ومش عارف حال كلام كتير نتكلم بطريقتي على اللي انا حاسس بيه. الليله ليله مباركه جدا كلنا بنستناها من العام للعام، عشان نامل ان ربنا سبحانه وتعالى وهو بينزل الارض ان يتقبل الاعمال، يكون في ميزان المقبولين، وربنا يتوب عليهم. فليله جميله جدا، عشان الليله دي يحضر فيها هذا اللقاء الجميل جدا الرائع اللي فيه متعه. انا شخصيا زي الدكتور مجدي وهاب، محيطي في الثقافه ومحيطي في الادب ومحيطي في كل انواعه. لست بشاعرا ولست باديب بمعنى حرفي، لكن استمتع تماما بكل الادب بانواعه كلها وقراءته واستيعابه. وان انا اقعد عشان احضر ديوان شعر ست اللغه او الشاعر الجميل اللي هو افضل من اي حاجه ثانيه، واللي هو طارق عباسي، اللي كل الصفات الحلوه الجميله فيه، اللي تحبه من اول لحظه، اول ما تلاقينا من سنوات عديده، وهي دايما محبه بينا، وعلى البعد بنحبه جدا. الراجل خلوق طيب، يعني كل الصفات الطيبه فيه لن ازيدها، يعني مش هنزيد حاجه بفضل ربنا عليه، محبه الناس في من احب الله وحب الناس فيه، يعني هذا شكل صفه طيبه. وطبعا بشكر المضيف الاستاذ عبد الحكيم دي، فضل كبير على الثقافه، فضل كبير على الثقافه، بان هو بيتبنى هذه الثقافه. شو طيب، نتمنى في يوم من الايام نكون يعني احد زبائنك. ان شاء الله هذه العيب عندي، الكسل في الكتابه او الكسل في الانتاج. طبعا الاخ العظيم الفاضل العلامه بتاعتنا كلنا الدكتور مجدي الفناوي، اخ عزيز وفاضل، كلنا دايما بنطلب ان احنا نتكلم معاه. شخصيات كثيره حاضره كلها، انا سعيد جدا ان انا احضرهم. الاستاذ سامي الوكيل طبعا، العلامه الموسوعه، الموسوعه الكبيره، الموسوعه الكبيره اللي احد يتعلم، موسوعه كبيره في كل حاجه يعني. طبعا مفيش كلام، طبعا على راس الكل طبعا استاذنا الكبير المتخصص الحكاوي، ربنا يخليه لنا دايما قدوه، قدوه لنا كلنا. الحقيقه دكتور مجدي يعني اعطاني كان لي حظ ان انا تدرجت في المناصب الجمعيه منذ البدايه، منذ عملت معيدا ثم مدرس مساعد مدرس كل الدرجات الجامعيه حتى منصب رئيس اقسام وكيل عميد. وبعدين عميد كليه الصيدله، عميد كليه الصيدله السلام، وبنحاول ان احنا نؤسس جامعه
والنموذج طبعا القدوه بتاعنا الدكتور عباس. مش كلام الدكتور عباس حضرتك هو رئيس جامعه الفيه ورئيس جامعه الدلتا، شفت مدى الانجاز اللي عمله في جامعه الدلتا، هو بيأسسها من الصفر الى انها اصبحت احد الجامعات المشهوره لها، وجامعه السلام ده شكل له اسهاماته فيها يعني، وكلنا ماشيين على ده. التجربه اللي انا يعني بوجسها دايما ونموذج في عيني وفي حياتي، بالاضافه لاي جانب ثقافي او ادبي انا بستمتع بيه، الاستاذ الجامعي قيمه وليس منصب، مش لقب الف دال لا ابدا، الاستاذ قيمه كبيره، ويجب ان الاستاذ يعي، ما كانش الاستاذ في مكانه يعي هذه الصفه، يعي هذه الصفه ويستوعبها ويمارسها، يبقى مش استاذ. استاذ اب، استاذ عالم، الاستاذ كل قدوه، الاستاذ كل الصفات الجيده فيه، مترفع عن كل الصلائل وكل الاهداف الدنيويه وكل كل 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 يعني، ده قيمه الاستاذ. طبعا معانا هنا الاستاذ الدكتور رانيا يعني طبعا عميله طبعا الفن كله الحاجه الجميله كلها. كلنا انتظار يعني. والاستاذه امال باشا يعني كانت لنا دايما نموذج طيب نتذكرها يعني، انا مش عايز انسى حد عشان ما انساش حد. فالتجربه ان انا كنت استاذ بمعنى الكلمه، استاذ لتلامذتي، استاذ لزملائي، استاذ لاساتذتي، مش استاذ لهم بمعنى يعني موقر لهم يعني، مش عايز اقول استاذ دخلني اللفظ، استاذ لاساتذتي، لكن موقر لاساتذتي، لان قيمه الاستاذيه ان انا احترم الاستاذ بتاعي، وممكن ابص على راسه وابص على ايده كمان عند الزملاء، لان ده استاذ. هذه القيم لو زرعناها والاستاذ حاد، وكنت دايما لما كانوا يطلعوا لنا مثلا قوانين دايما تضع ضوابط على العمل الجامعي. كنت ليا كلمه مشهوره كنت اقولها حتى في مجلس الجامعه في اي حته، كلما تضع ضوابط على الاستاذ الجامعي انت بتفسد الجامعه، انت بتضع بتنزل بالجامعه. الاستاذ الجامعي المفروض حر، الضمير هو ضميره. انا ممكن اصحح 1000 ورقه ولا ارش الاسم لو اسمه مكتوب قدامي، والله لا يعنيني، والله لا يعنيني بالاسم، ولا عمري فتحت ورقه اسم، طبعا الورق مقفول وارقام سريه وكلام فارغ، كلام فارغ. فين انا ضمير انا بصح؟ قول لي ميزان واحد. فاليوم ما الاستاذ الجامعي يعمل يدري ويمارس مفهوم الاستاذيه بمعناه الطيب، يبقى نعد نتعدل لاصلاح الجامعات والمسلمين، وده ان شاء الله كلنا في الطريق اليه. يتجرد من اي مصدر. عملت في اماكن كثيره، كان دايما براسي كلمه الحق بغض النظر عن موقعها من اللي قاعدين او تقييمها من اللي قاعدين، شاء رضى من رضى، غضب من غضب، او زعل من زعل، ما دام كلمه حق لابد اقولها وابصر مع طلبتي ماشي، وقفت مع طلبتي ماشي، مع الزملاء، مع كل الناس ماشي. فدايما بدأت استاذي استاذ تدور اشتغلت في منصب زي ما قلت كنت مستشار احد بعض الوزراء في التعليم العالي، ربنا عالم احنا كنا بنقول ايه وبنرشد بايه بالحق، حتى لو كان الحق ده هيجي علينا ويجي على العالم. تمنياتي دايما هذه اللقاءات الثقافيه والانتاج الثقافي الجميل ده، هو ده اللي بيحييني على فكره، ده اللي بحس بيه ان انا يعني بعيد عن الناحيه العلميه او ان انا ليا فيها انجاز ولا اي ابحاث ولا حاجه بتنشر، لكن الادب جميل يا جماعه، الادب حلو. انا نزلت النهارده لحد النهارده ممكن اقرا، اقعد ليله في حالها اقرا مثلا كتاب او قصه او روايه شددني من اول لحظه، نفتقد الاديب الجميل. النهارده انا سمعت الشعر جميل جدا، انا استمتع بالشعر، استمتع بيه جدا زي الاستاذ الدكتور، الشعر العربي القديم رائع، ممكن تستشهد في اي موقف تلاقيه. انت قلت حته انا يعني دايما على دماغي، بس اي موقف تلاقي بيت شعر، لو انت مذاكر الشعر هتلاقي بيت بيطبق يمارس العمل، بيت الشعر. فالادب جميل، هذه اللقاءات الادبيه ربنا يعني يكثر منها. انا بعتذر ان انا كنت الفتره اللي فاتت في غيبه عن هذه اللقاءات لظروف فرضيه ربنا العالم بها، لكن الحمد لله ان شاء الله سبحانه وتعالى ان انا من اول لقاء طبعا ما اقدرش اتاخر عن حضور الطارق في وجود الدكتور مجدي، يعني دي يعني حاجه جميله جدا، ياما استمتعنا. الدكتور عمرو طبعا شاعر كبير وعظيم،
وربنا يكفر مسألتك. أنا شاكر جدا لسألتك وطول طواطبك عليا في الكلمة المرتجلة. ممكن أقول أحسن من كده، ممكن أقول أحسن من كده، لكن توفقين بقى دكتور مجدي في عجالة. أنا قاعد مستمتع بالحوارات كلها، وربنا يكتر ويعيد علينا الليالي دهية. ندعو الله بيعزين لنا أن يتقبل منا صالح الأعمال ويغفر لنا ذنوبنا كلنا، ويكون إحنا من المقبولين في هذه الليلة. يعني ربنا كلنا نكون من المقبولين، عملنا المقبول هذه الليلة. إحنا بنبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه المناجاة الجميلة أبكت القصيدة اللي أنا أبكت. أنا أول مرة دموعي تنزل أبكتني، لأن أنا يمكن مريت بالمشاعر يمكن أنا أخبرنا وقالوا أبكتني، وحسيت إن أنا يعني عايش اللحظة معاك. فربنا يكرم ويجمعنا دايما في الخير، ويعيد علينا هذه الليلة في يوم طيب. وندعو كل الزملاء اللي مشغولين معانا في الأوراق. شكرا.